مرحبا، زي ما وعدناكم انه بدنا نورجيكم اماكن كثير في اوتوا وقريبه من اوتوا. اليوم احنا في ذا هيريتج بيرث. بيرث مدينه بعيده بس حوالي 60 كيلو عن اوتوا، بس لما تدخلها بتشعر انك رجعت 200 سنه الى الخلف. المباني، السيارات، هاي لوك، طلع السيارات، الناس هون عايشين لسه على القديم. في بيرث مشهوره كثير لانه فيها مباني حلوه كثير وهيريتج، وكان احد المصانع تبعت التشيز عملت اكبر تشيدر في العالم. هذا التشيدر اخذ مركز عالمي. عندهم اقدم باند موسيقي في كندا، وعندهم اول جولف كورت وجد في كندا للناين بولز. اليوم احنا امام مبنى اسمه ماثيسون هاوس. هذا المبنى من اشهر المعالم الموجوده في بيرث، لانه كان لاحد المؤسسين للكونفدراليه الكنديه، وحندخل غاد ونشوفه. لازم تيجوا على بيرث. يعني انا بس جيت هون شعرت حالي اني عايش في العصر السابع عشر والثامن عشر مع لويس، مش عارف 15 و16. anyway، اذا في اشي جميل كمان حورجيكم اياه. keep tuned. البيت من جوا بقي زي ما هو، على نفس التصميم، الديزاين قديم جدا 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 جدا، تشعر انك عايش 200 سنة في الوراء. طبعا يا جماعة كنا ندور على كوفي، فلقينا كل حكينا عن هذا الكوفي شوب انه زاكي وكويس. لما اجينا عليه قرأت هون The Sheriff's House، فشكلي انا لقيت بيتنا. يعني ادخل عليه 1841، ابوي والله ما حكى لي عنه. يلا اعطيك بالعافية. السوق العامة الموجودة خلف بلدية المدينة. يعني يا جماعة شو بدي احكي لكم، القصدرة بهذا الشارع بس بكفي بترد الروح. انبسطوا. هذا اسمه الموقع Fountain of Friendship، عملوها في 2014 هاي النوافير، عشان المدينة هاي صارت توأم مع مدينة في اسكتلند ومدينة في اليابان. ف التاون هذه يعني عم بتحاول انها تسوي انترناشونال ريليشن. منظر رائع جدا وجميل، طلع الناس بتعمل كانوينج وبادلينجز وفي بوت، ويعني
It's very beautiful. حكيت لكم انه هاي المدينة هيك قديمة بتشرح طلع 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 حاطط لك كل الباي البليتس والصور تبعتها هاي طبعا ثاني اقدم جريدة في كندا عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير